احتفلت ليبيا بمرور 4 سنوات على عملية الكرامة التي أطلقها الجيش الليبي لتخليص البلاد من الجماعات الإرهابية واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد بعد سنوات من الفوضى والاضطرابات. 4 سنوات مروا حينما توسط المشير خليفة حفتر قادة القوات المسلحة الليبية ليعلن باسم الجيش الليبي عملية الكرامة التي سعت لتخليص بلاده وشعبه من براثن الفوضى والاضطراب التي دخلتها بعد انتفاضة عام 2011 وانتشار الجماعات الإرهابية في أرجاء ليبيا، متعهدا بحماية الليبيين ومقدراتهم. ونتعهد للشعب الليبي بأننا ملتزمون بحمايته والدفاع عنه وعن مقدراته ومؤسساته وحتى آخر جندي في صفوفنا. تأتي ذكرى انطلاق العملية هذا العام، والأمن في شرق ليبيا يترسخ يوما بعد يوم، خاصة مع إعلان الجيش الليبي تحرير مدينة بنغازي بالكامل من الجماعات الإرهابية بعد معركة عسكرية استمرت لسنوات. تزف إليك اليوم قواتك المسلحة بشرى تحرير مدينة بنغازي من الإرهاب تحريرا كاملا غير منقوص، وتعلن انتصار جيشك الوطني في معركة الكرامة ضد الإرهاب. لم تقتصر انتصارات الجيش في الشرق، بل امتدت عملية الكرامة لتطال الجنوب الليبي وتفرض الأمن والاستقرار في تلك المناطق التي حاولت الجماعات الإرهابية وداعموها لتحويلها لخنجر في خصر الدولة الليبية والسعي لاستقلالها عن البلاد في تنفيذ مخطط أجنبي خبيث لتفكيك وحدة الأراضي الليبية. وتحل ذكرى عملية الكرامة اليوم، والجيش الليبي يخوض معركة أخرى من أجل استعادة الاستقرار الغائب في بلاده، معلنا انطلاق عملية تحرير مدينة درنة من الجماعات الإرهابية التي استوطنت فيها، وذلك بعد شهور من التجهيزات والتخطيط لتلك العملية العسكرية الموسعة. مع انتصاراته المتتالية، فرض الجيش الوطني الليبي نفسه على الساحة الداخلية والدولية كمسيطر على زمام الأمور في مواجهة الفوضى والإرهاب، مبطلا بتحركاته مؤامرات تفكيك ليبيا وتقسيمها، وساعيا إلى النجاة ببلاده إلى بر الأمان عبر دعمه اللامحدود لعملية الانتقال السياسي في البلاد عبر الانتخابات البرلمانية والرئاسية المرتقبة لتعود ليبيا كما كانت واحة للسلام.